في هذا الفيديو غادي نشوفو لو تري رابيد او اللي كيتسمى الكويك سورت في الاول غادي نشوفو الفكره ديالو من بعد غادي نشوفو لا فيزواليزاسيون ديالو كيفاش كيخدم من بعد غادي نشوفو لامبليمونطاسيون ديالو ايتاب بار ايتاب من بعد غادي نحسبو لا كومبليكسيتي ديالو وفي اخر بارتي من هذا الفيديو غادي نشوفو واحد التمرين تطبيقي باش نزيدو نفهمو اكثر هاد لو تري رابيد الي سي بارتي في هذا الفيديو جديد من هذه السلسله ديال الدروس ديال لي ستيكتور دي دوني دائما في لا ديال لي الجوريثم دو تري من بعد ما شفنا لي الجوريثم دو تري اللي كيخدموا بالباراديغم او بالاستراتيجيه ديال لا كومباريزون في هذا الفيديو غادي نبداو الباراديغم نيميرو 2 او لا استراتيجيه رقم 2 اللي هي ديفيزي بور ريني اللي هي بالعربيه قسم تسد الوغ في هذا الفيديو غادي نبداو اول الجوريثم اللي كيتسمى لو تري رابيد او بالانغلي كويك سورت الوغ غادي نبداو اشنو هي ليدي ديال هاد الالغوريثم الوغ هاد الالغوريثم حطوه هاد السيونتيفيك هذا شارلز في السنه ديال 1960 كيما قلت لكم كيستعمل الباراديغم ديال ديفيزي بوريني او لا قسم التسد الوغ كيفاش كيخدم اولا كنختاروا واحد الحاجه سميتها البيفو البيفو او بالعربيه المحور غالبا كنختاروا اخر اليمون في الطابلو من بعد كنقسم الطابلو لجوج ديال لي سو لو برومي سو تابلو فيه لي زيليمون اللي هما انفيغيور على البيفو و دوزيام سو تابلو كيتكون من العناصر اللي هما كبر من البيفو من بعد كنعاود هادشي بشكل متكرر او لا ريكوغاسيفمون حتى كنوصل لدي تابلو اللي عندهم لا واحد او لا واحد الكاز ومن بعد كنكومبيني هاد هاد لي تابلو هم اللي هما اون فيت سو دي كاز باش نلقى لو تابلو ديالي اللي هو لو تابلو تري دونك هادي هي ليدي دون فاسون جينيرال باش نزيدو نفهمو اول حاجه غادي نشوفوها هي لا فيزواليزاسيون ديال هاد الالغوريثم قبل ما نشوفو الكود ديالو الوغ لا فيزواليزاسيون غتسهل عليكم تفهمو الكود ديالو رابيدمون نختاروا هاد لي زيليمون عندنا تسعه ديال لي زيليمون الوغ اول حاجه كما قلنا نختاروا سكون نو زابلون لو بيفو الوغ لو بيفو ديالنا في الحاله هو اخر اليمون اللي هو لي ليمون افيك لانديس 8 ابري غادي نخدم بدوز انديس اي او جي اوكي الوغ اشنو غادي ندير غادي نبدا اول حاجه واش 8 اصغر من البيفو واش 8 اصغر من 6 في الحاله لا دونك كندوز باللانديس جي لي ليمون نيميرو 1 الوغ في الحاله واش 12 اصغر من 6 لا 3 صغار من 6 وي اشنو كندير في هذه الحالة شوفو مزيان كنشد اي كنديه ل 8 دونك ما كيبقاش دونك كي بوانتي على موان 1 دابا مشى لزيرو هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية كندير لي شونج بين هاد جوج ديال لي زيليمون تفهمنا دونك كنديرو لي ليمون لي لانديس ديالو اي مع لانديس جي كنديرو بيناتهم اش كنديرو لي شونج واشنو كنديرو من بعد كندوزو بجي لليمون ليمون سويفون واش 3 صغر من البيفو واش 16 صغر من البيفو لا

كنزيد ليه واحد او لا كندير ليه لانكريمونطاسيون كنديروا ليه لانكريمونطاسيون ومن بعد شنو كنديروا تو سامبلومون كنديروا لي شونج بين ليليمون ديال اي مع البيفو وبالتالي غادي نكون حصرت على سو طابلو الاول اللي هو كيتكون من العناصر اللي, اللي, اللي هما صغار من 6 وسو طابلو الثاني اللي كيتكون من عناصر اللي هما اش اللي هما اكبر من 6 في الحاله فوالا دونك هادي هي الخطوه الاولى دونك هادشي كنعاودو كما قلنا بشكل متكرر يعني ريكورسيفمون اللي غادي نشوفوه من بعد في لا بروغراماسيون الوغ دابا غادي ناخذ السو طابلو الاول والسو طابلو الثاني الوغ غادي نبداو بالسو طابلو الاول البيفو هو اخر اليمون يعني لانديس جوج اشنو كندير كناخذ اي او جي فوالا voilà. دونك واش ثلاثه صغار من خمسه وي صغار من خمسه دونك اي كيجي لهنا اوكي هنا الا درت لي شونج ثلاثة غادي تشونج مع ثلاثة دونك ما غادي يطرى حتى شي حاجة اوكي ولكن نورمالمون اللي خصو يطرى خصو لي شونج من بعد كنزيد لي ليمون الثاني هو اللي هو في هذه الحاله جوج واش جوج صفر وخمسه وي دونك اشنو كنديرو لا ميم شوز كنزيدو بإي وكنديرو لي شونج بين جوج مع جوج دونك في هذه الحاله ما غيطرى حتى شي حاجه جوج غتبقى بلاصتها واخيرا كنمشي للبيفو كندير ليه اش كندير ليه لي شونج مع اش مع اي اللي هو في هذه الحاله خمسه دونك ما كيطرى حتى شي حاجه في هذه الحاله دونك اشنو درت هنا درت الثاني حصلت على دو سو تابلو دونك حصلت على سو تابلو اللي فيه لي زينيمون اللي هما صغر من خمسة غادي نعاود نفس لي طاب دونك اي او جي البيفو واش أه ثلاثة اصغر من جوج في هذه الحالة لا دونك ما كيترى حتى شي حاجة كنمشي للبيفو اي كيت انكريمونتا و كندير لي شونج بهاد لا مانيير هادي وبالتالي غادي نكون درت لو تري ديال لي زيليمون اللي هما اصغر من سته دابا غادي نمشي لي زيليمون اللي هما اكبر من سته و كنبدا دائما باخر اليمون في الحاله اللي هو 16 الوغ جي غادي يبدا اول اللي هو في الحاله 4 و اي قبل هذا اليمون دونك نورمالمون يكون في 3 دونك اشنو كندير كنقارن 18 مع 16 واش 18 صغر 16 لا دونك ممكن حاجه و كنمشي ل 12 12 صغر 16 كندير و بين 12 مع 18 و كنمشي 8 8 16 كندير في الحاله شونج بين 8 مع 18 بعد ابخي دونك عشرين صغر من 16 لا دونك كنمشي للبيفو دونك البيفو شنو غادي ترى غادي نمشي لإي غادي انكريمونتي و غادي ندير لي شونج و مع تمنطاش غادي نكون حصلت على دو سو اخرين دونك اللي هما كبار أصغر من ستاش. دونك غادي نبدا بهذا دونك ناخد البيفو شنو غادي في الحالة واش 18 صغر من تمنية لا دونك ما شي حاجة غادي نمشي للبيفو مع هنا

الو غادي ناخذ واحد الطابلو فيه سته ديال لي زيليمون دونك دائما هاد البروغرام برينسيبال ولا هاد البروغرام مين كيتعاود دونك عندنا سته ديال لي زيليمون هما هادو لا فونكسيون باش غادي نخدم هي تري رابيد دونك اللي كتاخد طابلو تي كتاخد زيرو وكتاخذ تاي ناقص واحد غادي نشرح لكم شنو كيعني زيرو فهاد الحاله و وتاي ناقص واحد تو سامبلومون زيرو غادي نعطيوه لواحد الفاريابل اللي غادي نبقاو نخدموا به اللي كيتسمى با اللي هو اول اليمون في الطابلو ديالنا و تاي ناقص واحد هو الهو يعني اخر اليمون في الطابلو ديالنا اوكي دونك غادي نخدموا بهاد جوج باش اشاك فوا نكون عارفين اشنو هو الطابلو او لا السو طابلو علاش غادي نخدموا حيت من بعد غادي تقسموا هذا الطابلو حيت غادي نخدم دون فاسون ريكيرسيف وغادي تبدل الهو مع البا ديال الطابلو ديالنا خصنا نكون نعرفوا الحدود ديالو كوم صار نقدرو نخدمو عليه باش نابليكيو لو تخي غابيد دابا غادي نمشيو لا فونكسيون غابيد كيما قلنا كتاخد با او هو اوكي okay. دابا كنبدا بلا كونديسيون الاول دائما دونك الا عندي الهو اكبر من البا دونك هنا ممكن نخدم على تري غابيد دونك اول حاجه كنحدد البيفو اللي رمز ليه هنا بي اي okay. اوكي أه دونك أه كياخذ كي لا فونكسيون اللي غادي نحصل عليه بواحد لا فونكسيون اخرى اللي غادي نعيط ليها اللي هي البارتيسيون اللي كتاخذ تي مع با مع هو ومن بعد غادي نعيط ريكورسيفمون لهاد لي دو فونكسيون تري رابيد تري رابيد دو فوا المره الاولى كما كتلاحظوا فيها لي زيليمون اللي هما اصغر من البيفو المره الثانيه فيها لي زيليمون اكبر من البيفو وبشكل اللي هو في الحاله ريكورسيف غادي يتم تري ديال الطابلو اونوتيليزون يوتيليزون تري رابيد الو غادي نبدا دابا نفيريفي واش الهو في هاد الحاله اكبر من البا واش خمسه اكبر من زيرو وي دونك اشنو غادي ندير غادي ندخل هنا غادي نعيط على هاد لا فونكسيون دونك نشوف هاد لا فونكسيون باش كتكون لا فونكسيون اول حاجه كدير هي كتحسب البيفو اللي غالبا كما قلنا لكم كياخذ كي اخر اليمون في الطابلو اللي هو في الحاله هو اخر اليمون دونك راه ديجا عندنا هو الهو غادي نعطوه البيفو دونك في الحاله اللي هو 10 من بعد اشنو هو لانديس اي اللي كنا شفنا في لا فيزواليزاسيون اللي كيكون دائما قبل من لي ديال الطابلو غادي ياخذ با ناقص واحد يعني غادي يبدا من ناقص واحد غادي يكون هذا هو اي ومن بعد جي اشنو هو هو تو سامبلومون زيرو في هذه الحاله غادي نبدا من جي حتى الاصغر قطع من الهو او في الحاله حتى الربعه وغندير لي زيتاب سويفونت اول ايتاب غادي نشوفوا واش البيفو كيما شرحنا تو اكبر من او يساوي تي جي او بمعنى اخر واش تي جي اصغر من البيفو وغنديروا لي زيتاب اللي كنا شفنا تو تالو شنو هي ليتاب طاب الاولى هو اننا كان انكريمونتي اي كيتزاد بواحد ومن بعد كنديروا لي شونج اونتر اي مع جي هادشي كنا شفناه في لا فيزواليزاسيون وفاش كنساليو هادشي كامل هاد لابوكل كيدور حتى كيوصل لا كنمشيو للبيفو واشنو كنديرو كان مع الاليمون ديال اي بلس واحد اللي كنا شفنا حتى في لا فيزواليزاسيون و دونك اخر حاجه كتبقى لينا خصنا نرجع للبيفو اشنو هو البيفو هو تو سامبلومون اي بلس واحد اوكي دونك اي بلس واحد هو البيفو ديالنا اللي غادي نخدمو به في لي او لا في لي فونكسيون سويفونت غادي نبداو غنحسبو شكون هو البيفو في هاد الحاله كيما قلنا هو الاليمون لانديس ديالو خمسه الاي غادي نبدا ناقص واحد هو هذا جي غادي نبدا من زيرو من هنا وغادي نشوف واش تي جي اصغر من او يساوي لبيفو واش 20 اصغر من او يساوي 10 لا ما كندير حتى شي حاجه وكنمشي كنرجع 25 لا ميم شوز ما كندير حتى شي حاجه زيرو في هذه الحاله وي شنو غندير غادي نمشي لاي غادي, غادي انكريمونتي اوكي غادي يدوز لواحد غادي يدوز لاندكس زيرو ومن بعد غادي ايشونجي تي اي تي جي زيرو مع عشرين شوفو مزيان شنو طرا فوالا و كنكمل بجي خمسة و تلاتين دونك في هاد الحالة مغادي طرا تا شي حاجة اثناش اه مغادي طرا تا شي حاجة و حنا غادي نكونو سالينا هاد لي كومباريزون غادي نمشي لاش غادي نمشي لاي و غادي الاي وغادي نزيد ليه واحد غادي يكون في هاد الحالة اه عندنا ليليمون اللي, اه اللي هو خمسة و عشرين و غادي مع البيفو هادشي اللي عندنا هنا اولا الهو في هاد الحالة اللي هو ديجا البيفو دونك فوالا هاش نوترا اوكي دونك احنا سالينا دابا خصنا نرجع ل اي لاننا اون سو بازون على داك اي غادي نحدد شكون هو لي زيليمون اللي هما اصغر من البيفو لي زيليمون اللي هما اكبر من البيفو دونك اي هاد الحاله غادي يكون كما قلنا هو واحد حيت زدنا الاي واحد اوكي وغادي نرجع دابا سالينا هاد لا فونكسيون غادي نمشي لهاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون سي تو سامبلومون كتعيط على هاد نيت اوكي ريكورسيفمون وغادي نبدا دونك عندنا البا او بي اي ناقص واحد البيفو ناقص واحد دونك غادي نعيطو لهاد لا فونكسيون غنجيو هنا شكون هو البا هاد الحال البا تو سامبلومون هو زيرو دائما اوكي حيت كان عندنا زيرو اوكي بي اي ناقص واحد بي اي ناقص واحد اولا هاد الحالة هاد اي اللي رجعنا هنا اوكي اللي هو شحال اللي هو كان واحد نقسم من واحد غادي لي هو زيرو اولا لانديس زيرو دونك لانديس زيرو اوكي دونك هو الهو فهاد الحالة هو زيرو اوكي دونك اشنو غادي ترى غادي نجي هنا واش هو اكبر قطع من با؟ لا، دونك غادي نكونو سالينا هاد لابغتي، او من انطلاق من دابا ان هاد السو تابلو الي تخيي، وكندوزو السو تابلو الثاني اللي كون اللي كنبقى كو لنا في لا ريكورسيفيتي، اوكي؟ حيت دزنا لهنا، دابا غنرجعو لهنا، عقلوا مزيان، بي زائد واحد شكون هو؟ هو هاد واحد زدنا ليه واحد، دونك غادي يولي هو جوج، اوكي؟ والهو هو دائما داك الفالور الأولى اللي كان عندنا اللي هي خمسة. alors هادو هما اللي غادي يكونوا لينا لي بارامتر ديال لا فونكسيون سيغونت دونك عندنا البا وعندنا الهو دونك الهو واش كبر من البا وي alors شنو غندير غنجي لهنا وغادي نحاول ثاني ندير ديك لي زيتاب ديال لي كومباريزون مع البيفو دونك غادي نجي لهنا شكون هو البيفو في هذه الحاله هو هذا اوكي وكنبدا ثاني لي زيتاب وكنبدا نعاود حتى كنسالي هاد لي زيتاب وغادي نكون حصلت على طابلو تري با اورت كرواسون فوالا دونك هذا هو الكود او لا لامبليمونطاسيون ديال تري رابيد دابا غادي نشوفوا لا بارتي سويفونت اللي هي لا كومبلكسيتي باش نعرفوا مدى الجوده ديال هذا الالغوريثم هذا غادي نحاولوا نحسبوا لا كومبلكسيتي ديالو الوغ ما غاديش ندير دي فورمول ماتيماتيك باش نحصل على شحال هي لا كومبلكسيتي ولكن غندير واحد لا ميثود اللي هي سهله في الفهم باش تعرفوا شحال هي أو لا كومبلكسيتي اولا تعرفوا تحسبوا لا كومبلكسيتي ديال لو تري رابيد اولا الكويك سورت الوغ اول حاجه

الا كان طابلو تخي دونك بحال فهاد الكوكار طابلو الي تخي كامل دونك ما غادي ترات حتى شي حاجه دونك شحال من كومباريزون غادي توقع هنا كاينين خمسه البيفو من بعد ما سالينا هاد الحاجه دونك عطا درنا دو سو طابلو سو طابلو الثاني دونك الي تخي بقى لينا سو طابلو الاول غادي نعاودو تاني لي كومباريزون مع البيفو دونك شحال من كومباريزون ندير فهاد الحاله اربعه من بعد غندير ثلاثه من بعد غندير جوج من بعد غندير واحد فوالا هادو هما لي كومباريزون لي كاينين دونك الا حسبتهم غادي نلقى 15 كومباريزون كيفاش ممكن نحصل على 15 كومباريزون انطلاقا من المعرفه ديال العدد ديال لي زيلمون ديال الطاب اللي هما في هذه الحاله 6 دونك انطلاقا من لا فورمول سويفون نقدروا نشدوا 6 الا درناها في 5 قسمو على جوج غتعطينا 15 اولا الا كان عندنا بصفه عامه العدد ديال لي زيلمون اللي هو ان دونك غادي نعوضوا 6 بان وغادي نعوضوا ب 5 بان ناقص واحد وغادي نقسموا هادشي كامل على جوج

alors, le programme souhaite les éléments en utilisant le tri rapide. Donc, on un double code bloc, on programme. Donc, voilà, dans le programme, il y a la fonction principale qui a fait éléments, les éléments. Donc, on afficher les éléments complètement triés. On afficher les éléments avant de trier. Et on la fonction tri rapide Alors, on a tri rapide, voilà, très rapide. كنحسبوا لبيفو شكون هو اون سو بازو على البيفو كنقسموا الطابلو للسو طابلو الطابلو الاول والثاني وكنعاودوا كنديروا لا ريكورسيفيتي باش نحصلوا على لي زيليمون ديال الطابلو حتى كنوصلوا لواحد الطابلو اللي لا ديالو هي واحد اوكي دونك لا واحد لي نقدروا نوصلوا ليها بهاد لا كومباريزون من الهو مع البا دونك خص دائما الهو يكون اكبر قطعا من البا باش نبقاو خدامين ابري فوالا دونك هادي هما لي فونكسيون بارتيسيون لي كنا شفنا ليكسبليكاسيون ديالها هي هادي دونك كتاخذ البا مع الهو كنحددو البيفو كنشوفو داك اي كنمشيو نخدمو على جي كنقارنو لي زيليمون ديال تي جي مع البيفو دونك سولو هاد لا كونديسيون كنديرو لي شونج شونجون تي اي مع تي جي لي كنا شفنا في الشرح

il est trié dans l'ordre croissant, voilà. Donc je suis Donc l'objectif, je croissant. Ok, donc dans l'ordre dit croissant. On a une zidou des éléments. On a une zidou 1, 10. Alors, on a, une zidou 4, on a une zidou, Ok, donc on l'élément euh, voilà tix -tix. voilà, on a une zidou maintenant, maintenant Ok donc d'abord voilà donc pas de problème d'abord c'est un jeu mais d'un adapté au algorithme déjà étonnant le trait du croissant donc on changement. Donc, il y a un des changements ouais donc évident manquern je vois que j'ai as grandement le pivot, je vois que j'ai encore grandement le pivot ok au p'tit les le plus le trait qui me fait je vois des en utilisant h en utilisant tout simplement